بفرقش الميدان بقالي 3 4 ايام لان احنا ما زلنا بنحيي الثوره من جديد، لان الثوره مستمره ومطالب الثوره ما زالت لم تتحقق بعد. اذا كان في بعض الامور حدثت مؤخرا من المجلس العسكري فاحنا بنرفضها كليه وموضوعا. حل البرلمان وتجاوز حدود الدستور او الاعلان الدستوري بهذا الامر، التغطيه القضائيه، الاعلان الدستوري المكمم والمكبل، التاكيد على تسليم السلطه وتسليم الرئيس بصلاحياته الكامله ان شاء الله. هو محمد مرسي يعني اللي هينقل بالبلد هيخليها تقوم ولا ايه؟ انا مش عارف حاجه، انا دلوقتي مش عارف هما بيعملوا كده ليه؟ انا مش عارف هما بيعملوا كده ليه؟ دلوقتي خليته هو معاه الصلاحيات كلها. تاني يوم الاقي نفسي بحال. كل الشعب المصري سواء اللي اختار فريق احمد شفيق سواء اللي اختار الدكتور مرسي كلنا مصريين وكلنا بنحب بلدنا ونحب تراب بلدنا، عايزين ننجو فعلا بمشروع نهضوي قوي ينجو مصر القويه الحديثه الديمقراطيه. مش معقول يعني مجلس الشعب اللي الشعب انتخبه 30 مليون واحد انتخبه يجي يحل في يوم وليله كده من بعد 120 يوم له في ظل هذه الظروف كمان يعني، فكان انت بتشيل كميه صلاحيات له والمجلس العسكري خد السلطه التشريعيه له. لو الدكتور مرسي رئيس جمهوريه بدون صلاحيات كامله الشعب هيصروا عليه بعد اقل من شهر، ما عملناش حاجه.